الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. عسلامة، مرحبا بكم. اليوم عنا الفعالية متاع مهرجان أدولي لسينما التحريك. هذه فعالية متاع اليوم الثاني متاع المهرجان، واليوم باش نقوم بتعريف الورشات اللي موجودين معنا في المهرجان الدولي بالقيروان في دورته الثانية. مرحبا بكم. على أول ورشة معنا اللي هي ورشة مدام إيمان، اللي هي صنع الشخصيات وصنع الديكور اللي موجود مع الصغيرات. قاعدين توا يصنعوا في الشخصيات نتاع الفقرة الأخرانية اللي أمفيت بعنا باش نعملوا فيلم نحنا صغير، كورميتراج صغير. نقوموا توا بصنع الشخصيات نتاعو، ومن بعد باش نقوموا بالمرحلة الثانية اللي هي ستوب موشن واللي هي المونتاج، باش الشخصيات هذوكم يوريو يتحركوا ونعملوا بهم فيلم إقصي. هنا كما تلاحظوا هنا عنا مع مدام سماح موجودة لهنا تقوم بصنع الشخصيات. هذه شخصية من الموجودة هنا كيف عنا صغيرات كانت تلاحظوا قاعدين يصنعوا شخصيات عنا الجمل. نوضح لكم اللي في الاخر باش تكون القصة المحور نتاعها اللي هي الصحراء. عنا الشخصيات اللي هو رجل بدوي، عنا هنا الجمل، عنا مدام إيمان اللي هي الفورماتور نتاع الاتيلي هذيا، اللي هي مدام إيمان اللي قامت مع الصغيرات وراتهم كيفاش يصنعوا الشخصيات وكيفاش من بعد نعملوا الديكور. معناها الاتولي هذية او الورشه هذية فيها ثلاثه حاجات، اللي هو صنع الديكور، اللي هو صنع الشخصيات، واللي هو في الاخر كنت تلاحظوا غاديك بعد ننتقلوا الغادي اللي هو تصوير اللي هو بتقنيه ستوب موشن هيك في الغرفه الصغيره غاديك، باش تكون عندنا التقنيه نتاع ستوب موشن اللي هو من بعد باش نقوموا الشخصيات هذوكم تولي تتحرك. هنا كما تلاحظوا هذوما صنع نتاع الاطفال، قاموا من البارح في الورشه الاولى قاموا بصنع النخل، صنع الشخصيات، صنع الديكور ككل قاموا هما بصنعها. هذه راهو صنعها صغيرات، معناها انامل صغيره اللي هما صنعوا الشخصيات. ها هي فهمتني به. من ثم باش ننتقلوا من هنا، تفضل مرحبا بيا، يلا مرحبا بكم معنا، تفضلوا هنا مع مسيو عمران اللي هو لهي في الاتيلي مع صغيراته، لهي بالتوسكي التصوير الفوتوغرافي. الناس كل يلا نعملوا كوكو، يلا هذا سي عمران، مرحبا بيك لهنا. قاعد يفهم في الصغيرات كيفاش نصوروا من قريب من بعيد. من ثم هذه الورشة عدد اثنين، من ثم ننتقلوا للورشة عدد ثلاثة للقاء. ننتقلوا للورشة عدد ثلاثة اللي هي مع الدكتورة العراقية، فائدة اللي ما زالت كي جاتنا نرحبوا بطبيعة بضيوفنا الكرام، اللي هي اللي نتاعها اللي هو تصوير القصة، يعني لهنا يقوموا بكتابة القصة اللي هو من بعد باش يكون فيها الفوا اوف. شو معناها الفوا اوف؟ اللي هما الشخصيات هذوكم تولي عندهم صوت ويتكلموا. اخترنا زيدا براعم صغار هما باش يكون الصوت نتاعهم موجود، وباش يكونوا هما الادوار نتاعهم موجوده. هنا عندنا باش يكتبوا هما القصه، ومن بعد باش تتحول القصه هذيك عبر شخصيات عبر اصوات الصغار. حضرت اليوم في الدوره الثانيه للمهرجان الدولي لسينما التحريك باش نعلم الصغيرات اساسيات التصوير الفوتوغرافي، واللي ايضا اشرفت على الورشه في الدوره الاولى. حضروا بعض الصغيرات من الدوره الاولى عاودوا حضروا السنه، وهذه حاجه باهيه انهم بداوا يتغرموا بالتصوير الفوتوغرافي. فقط هو في يومين صعيب برشا انك تعلمهم كل شيء. حاولت اني اول حاجه الهدف الاساسي اني نغرمهم بالتصوير الفوتوغرافي باش بعد المهرجان هذايا وبعد الدوره هذه انهم يبقوا انتريسي بالمجال هذا. حاولت نعلمهم شوي اساسيات التصوير الفوتوغرافي، كيفاش يعملوا الكادر نتاعهم يكون صحيح، كيفاش يستعملوا الكاميرا، واصلا كيفاش يشد الكاميرا بصحيح، يعني اهم حاجه لان صغار تخاف انه يطيحها. وعلمتهم زاده كيفاش يخدموا على البروفوندور دو شون شويه، علمتهم
لي بلون شوي كيما البلون بي ار بي كيفاش يصوروا البورتري وكيفاش يحاولوا يتعدوا من التصويره اللي هي التصويره نورمال للار في الايماج. الورشه هذه قاموا بانشائها من كتابه السيناريو للسينوبسيس وركزوا على احداث الشخصيات هما الصغيرات، معناها تاسيس الورشه هذه قاموا بها الصغيرات باش في الاخر نوصلوا للفيلم نتاعنا اللي هو على دو باتا مودلي، كونوا الشخصيات نتاعهم باش يحركوهم ونوصلوا في الاخر لفيلم يعنى بتحريك الشخصيات بتقنيه ستوب موشن. اليوم انا في المهرجان الدولي لسينما التحريك في دورته الثانية وتصوير القصة، طبعا مع هؤلاء الأطفال وفي هذه المكتبة شاهدت الكثير من التناغم والانسجام الحضاري والفكري والشعري والفني بين العراق وبين تونس، وأبهرني تواجد الأطفال في هذا المهرجان الأغر وأسئلتهم لي كوني كاتبة عراقية. أيضا عرضت عليهم بعض القصص وبعض الأعمال التي قدمتها للطفل وكان التفاعل مثير حقيقة، راق لي جدا، وإن شاء الله سأقدم المزيد وسأحضر في الدورات القادمة والقادم أفضل إن شاء الله. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.